ورجعنا لكم تاني وفقرتنا النهارده عن الميك اب والميك اب المخصوص للوش اللي بيبقى سمين شويه ومكلبه شويه خدود عاليه ومدور. ضيفتي النهارده هي خبيره الميك اب منى الجمل. مساء الخير يا منى. ومعانا شيماء سعيد شيمو لو تفتكروها خبيره الاضافه اللي عملت لنا الاكريليك. طلبنا منها تيجي لانها البيرفكت وش اللي هو بيبقى مدور الخدود عاليه شويه سمين عشان نعلمكم، لان مثال يا منى لما ميك اب على الوش ده بيتعمل غلط بيبقى شكله مش حلو خالص. اكيد. طيب منى خليني نبدا معاكي بدايه وش زي شيمو، اوكي؟ ايه اللي بتبقي عايزه تبرزيه وايه اللي بتبقي عايزه تخفيه؟ بصي، في كذا حاجه في الوش لما بيكون مدور باخد بالي منها برده في الميك اب. شكل الحواجب ورسمه العين، شكل رسمه الشفايف. حتى كنت لسه بقول لها ما بتقولي على الروج، قلت لها لما بيكون وش مدور وخدود ما شاء الله مليانين، لما بنحط روج ثقيل هنا يعني احمر موف غامق كالر باين بيبقى كانه الوش كله طالع له بق وقد كده. قلت لها ممكن نعمل كده بس يكون البق شويه مفتوح فاحط لون، لكن ما يطلعش الوش وطالع منه بق. فدي برده من الروج، شكل الحواجب كمان. يعني تاخدي بالك من كل حاجه، مش طبعًا. قصه بس ان احنا نعمل كونتورنج وخلاص. لا لا لا. لازم كلها. طب خلينا نمسكها حاجه حاجه. بالنسبه للكونتورنج هنعمل ايه هنا؟ بصي، احنا حطينا بس لما جينا اشتغلنا عشان نعمل على الهوا، احنا حطينا رسمنا العيون وعملنا الفاونديشن، ما حطيناش. عايزه افهم الناس ممكن نعمل كونتورنج ازاي؟ يا ريت. حتى لو مش بحاجات بتولز. ما كنت هسالك هل الكونتور، لان ده السؤال ده دايما بيتسالني، هل الكونتور بيبقى ليه البرودكتس بتاعته المنتجات بتاعته، ولا ممكن تشتغلي بكريمات اساس بلاش وحاجات كده؟ بالظبط كده. يعني مثلا احنا حطينا، انا بس هعمل كده عشان كنا حاطين. عملت ايه؟ انت بتعملي ايه؟ انا بس لان حطيت الفاونديشن من شويه. اوكي. فبس عشان يرجع لما احط عليه حاجه يبقى. كنت بتقولي ان ما في يعني المنتجات الكونتورنج ممكن تبقى حاجات عاديه خالص، مش لازم ان هو باكيت يبقى كونتورنج وشيدنج كده خالص. بلاش، فاونديشن، وات ايفر. بصي مثلا ده فاونديشن. اوكي. ده ستيك، ده ممكن يتعمل بيه، ده بيستخدم فاونديشن وممكن نعمل بيه كونتورنج. أوكي. يعني الحاجتين ينفعوا. اوكي. ده كونسيلر ينفع كونتورنج. وينفع نعمل كونسيلر للهالات اللي تحت العين. اوكي بالظبط. نفس الحكايه ده. دول شويه للناس اللي برده ده هيبقى تقيل. انا عايزه حاجه اخف لو انا نازله الصبح. بس انا ممكن اعمل وانا نازله شغلي عادي احدد وشي، ما هو كونتورنج انا بس عايزه احدد الوش، خصوصا لما يكون وشي مليان فهبقى عايزه شويه الم، او مش شرط هي وشي مليان، ممكن اكون تخنانه حبه. تخنانه حبه مثلا. أوكي. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بصي دي باليت بلاشر عاديه. اوكي. هنقي اغمق لون فيهم. انت ممكن تشتري بس لون غامق. اوكي. انا هنا حاطه الفاونديشن بس. أوكي. مش حاطين اي حاجه. أوكي. وهاجي الحته دي عشان تنحتي الحته دي تبرزي عظام الخدود شويه. بالظبط. اوكي. انا عايزه انزل شويه. اوكي. يعني كل ما بقرب من 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 ال 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 السنه بتاعت الشفايف دي. اوكي. كمان عشان ارفع باخد الجنب ده معايا، فمن هنا ومن هنا عندي المنطقه دي كمان عندها لغد هي شويه صح؟ سنه. ماشي يا شيمو بقى، احنا بنعلم الناس، بنعلم الناس، بنعلم كلنا. ما فيش وش ما فيهوش عيوب. ايوه بالظبط. ما هو لما بيكون وش رفيع بنقعد نعالج برضه، ما فيش حاجه رفيع هضمك باينه. عادي عادي كلنا عمرنا. طيب قولي لي حاجه، اهم حاجه في الكونتورنج عشان يطلع صح ايه؟ بصي في حاجتين عشان يطلع صح وعشان يطلع ثابت. انا محتاجه تشتغلي وانا اسالك. طيب اوكي. عشان ايه نلحق؟ عشان يطلع صح وعشان يطلع ثابت اللي احنا بنعمله ده بلاشر. انا هنا حطيت فاونديشن وبعد الفاونديشن انا بحط البلاشر. يعني ما بحطش البلاشر هنا لو انا عايزه اعمل كونتورنج واثبت، ما بحطش البلاشر بعد الباودر، بحطه بعد الفاونديشن، يعني قبل ما احط الباودر. ليه بقى؟ هيثبت اكتر وهينحت لي الوش اكتر وهيفضل ثابت معايا. يعني لا انا ما فهمتش النقطه دي. يعني انت دلوقتي عملتي كونتورنج، هتعملي البلاش اللي انت هتحطه لها وبعد كده تحطي من فوق بودره. بالظبط هو ده اللي انا هعمله دلوقتي. هرجع احط، يعني انا حطيت هنا بلاشر. وهرجع بقى احط الباودر عليه. يعني المفروض ان احنا في التبس بتاعتنا ان احنا بنحط فاونديشن وبعدين باودر. انت قصدك تيوت عشان ما تلخبطنيش، انت قصدك الكونتورنج حطيتي فوق الباودر مش مكان البلاش. بالظبط كده. أوكي. مش مكان هو الكونتورنج، انا حطيت هنا ده. أوكي. الخط. أوكي. ده بالبلاشر. أوكي. وبعدين رجعت حطيت باودر على الوش. دي من اهم الحاجات. دي حاجه هتثبت. لو انت كمان نازله بتحبي تعملي كونتورنج كل يوم. أوكي. ومش عايزه كمان تستخدمي ماتيريالز كتير. أوكي. طيب ايه كمان في الوش؟ انا خدت هي عندها عشان بس الناس تبقى عارفه احنا عملنا ايه. احنا عندنا هنا محتاجين ننزل تحت شويه علشان. أوكي. ناخد الـ 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 نخفي شويه الـ. أوكي. الخدود، وخدت حته من تحت مكان اللغد اللي هنا، وفي كمان حته من هنا. كل ده لما باخده بيخلي ان الوش يدي ارفع.
يدي طول بالظبط. بس هي اذا قريتها مش كبيره يبقى ما عملتش كده ابدا. أوكي. لو قريتها صغيره وجيت انا رحت عامله كونتورنج من هنا انا خليت الوش يدك. بصوا يا جماعه كده ايوه انا عايزه انا لا خليكي كده خليكي كده شايف هنا حطيتها انا عايزه يعني كده اهو تجيبوها كده عشان يبان الفرق بالوش كده فهيبان قد ايه الفرق ما بين ان ده اصغر من ده. طيب قولي لي حاجه، هل البلندنج في الكونتورنج مهم قوي؟ ان انا اعمل بلندنج صح؟ طبعا، لما كمان في ناس بتحط كونتورنج بتبينه كانه هنا في حاجات ملطوعه بالظبط ما بيبقاش متسيح كويس. نسيحه كويس ازاي؟ اول حاجه الفرشه اللي بتستخدميها سواء سبونج او فرشه، لانه في ناس ممكن تستخدم فرشه للكونتورنج تبقى هي مش مناسباها او مش عارفه تشتغل بيها، فاشتغلي بالفرشه اللي انت اسهل لك يعني دول فرش كونتورنج. بس اذا انت مش عارفه تستخدمي يعني كل دي فرش كونتورنج ممكن تبقى صعبه شويه على الناس، اذا انت بتستخدمي بسبونج اسهل عشان تعرفي تسيحي استخدمي بسبونج. مش مفيش مشاكل لا خالص. طب تكملي لما اخد اتصال ام محمد عايزه هنا شو لا انا دايما احنا ام محمد مساء الخير ام محمد. انا مساء الخير. اهلا وسهلا اتفضلي. الله يخليكي يا مدام امين نصيحه حضرتك. الحمد لله بتفيدينا في حياتك اكتر واكتر ميرسي. الله يخليكي انتي صراحة انسانة جميلة وكل بتقدمه لنا اسم العزمة. ربنا يخليكي يا ام محمد. عندك اي سؤال لمنى؟ وشي زي الفوش كده. وشك ايه؟ نفس شيماء. نفس زي شيماء؟ طيب عندك سؤال محايا هتعرف انا ما قلت هو كتير وشوشه زي شيماء. قولي عندك سؤال محدد ولا عايزه تتابعينا وتشوفي هيحصل ايه؟ عندك سؤال عايزه تسالين منى؟ لا يعني انا زوجي اصغر من سينا. اوكي. كنت عايز اسال هو دايما يشتغل التحديد ولا ايه بالظبط؟ حاضر هنجاوب عليكي حالا. شكرا اتصال. هي بتقول هي بقها اصغر من شيماء فتتعامل معاه ازاي وهل محتاج تحديد ولا لا؟ محتاج اكيد. انا هنا بعمل كونتورنج بس حاجه تانية ده كريمي. لو اصغر محتاج نحدد ومحتاج نكبر كمان، بس واحنا بنكبر خلي بالي دايما ان يكون في فرق ما بين المناخير والشفايف لانه لما بيكونوا قريبين قوي من بعض كانه لزقنا الاثنين في بعض. فبنحدد والوان ايه؟ الوان فواتح؟ لو هي وشها مليان احسن تحط فواتح هيدي كمان هيدي انه هيبقى كبير معاها. ولو هتحط غوامق برضو لازم يعني ضحكتها تبقى فارقه ازاي يعني برضو الغامق ده انا عندي اصلي مشكله معاه لو في حاجه في الضحكه لو في الشفايف فانا بلجا للفاتح اكتر لما بيكون عندي ديفو عايزه داري. انت عملتي المنطقه دي بحاجه تانية؟ ده كريمي بقى. ايه الفرق بقى كريمي؟ ده كريمي ده اصعب شويه يعني ده ستيب 2. انا عملت هنا بس كده بالبلاشر للناس علشان لو عايزه تنزل تعرفي تعملي ازاي. هنا لو كريمي لو عندي بقى حاجه عايزاها تثبت اكتر كمان وعايزه احط كونتورنج يكمل معايا عندي تصوير عندي فرح عندي واتيفر بقى. بس برضو نفس الستبس ده وده ومن تحت. انا ما بتتغيرش المكان مش هيتغير لكن الخطوات بتبقى هنا اصعب. طيب معانا اتصال من مدام ايمان. مساء الخير. مساء النور مدام امينه. اهلا وسهلا اتفضلي. طب انا عايزه بقى نعمل كونتور للوش الرفيع اللي على مستطيل شويه. مستطيل مقلوب ولا مستطيل عادي؟ يعني الفك هنا عريض؟ مش قوي يعني عارفه زي وش مثلا نقول ايه مدام نجوى كده فوق الزمان. نجوى طب قولي الديفو اللي عندك ايه؟ الديفو اللي عندك العرض اللي هنا؟ يبقى بس تحت الخد. ايوه زي ما حضرتك هنا اهو. اوكي حاضر حاضر هنجاوب عليكي حاجه. شكرا اتصال. عارفه الوش اللي لما اللي هنا عارفه الفك العريض نعمل ايه بقى في الفك العريض؟ كل ده برده هيتغمق يعني هي هنا فكها مش عريض بس يعني لو حسبنا برده المنطقه دي عريضه احنا عندنا هنا في حاجات عايزينها داريه. نفس الفكره في الفك العريض يعني نفس الفكره دي هي عندها شويه لحمه حلوه جميله كده الثانيه عندها عضم وتاخد دول كمان معاها يعني تاخد من هنا الحتت اللي في الجناب دي كمان تاخدها تحتاج تعمل من هنا من هنا بده كل ده هيتغمق كل ده. لو دقنها صغيره تسيبها يعني لو عندها العرض هنا بس ما فيش طول قوي ودقنها دي صغيره ما تحطش هنا كونتور. طب منى احسن بالبلاش وكده بلاش ناس مش بروفيشنال قوي تخش في الحاجات الكريمي يعني هي مثلا ممكن تاخد ده وفي باليتات باودر كده يعني ممكن يبقى باودر وفي برده الوان غامقه. بصوا يا جماعه استني اديبي لي كده دول اوكي دول هتلاقيهم في اي مكان. ممكن انت دوري على درجات غامقه هي اللي تشتري ان شاء الله واحده بس ممكن واحده بس طبعا كانه بلاشر غامق تستخدمه. طيب بعد ما عملنا كده بنعمل ايه؟ بنحط عليه باودر. بالظبط هنا بقى هبدا احط باودر. اوكي اللي كنت كمان عايزه اقوله لك في المناخير لو انا عايزه ادي وش طول كمان وانا بعمل كونتورنج للمناخير هاخد بالي برده من نفس الفكره ممكن نستخدم دي يعني المناخير ممكن عايزه ايه عايزه ترفعيها هتدي عايزه تدي طول. اوكي
بس لو محتاجه، لو مش محتاجه برضو تعملي كده. في حاله شيماء هعمل كده، لانه انا هي مناخيرها حلوين وانا هرسمهم. اوكي حاجه حلوه حاجه حلوه لا كلك حلو يا شيماء والله. كده كده تدي طول، انا عايزه اديها طول شويه. أوكي. فبرسم من فوق. اوكي مش بس من تحت. طب وانت بتعمل وبرده بنحط فوق باودر؟ طبعا باودر. طيب مش حاجه كريمي نحطها الا وعليها باودر. اوكي طيب وانت بتعملي كده كلميني شويه، اشمعنى اخترت لها الرسمه دي للحواجب؟ وهل الرسمه دي انت في حاجه تاني في الكونتور بتعمليه قبل ما تنقلي الحواجب؟ لا 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 ما فيش مشكله، انا احط باودر بس تقدري. اوكي الحواجب ايه الرسمه اللي بتبقى مناسبه علشان ندي برده طول للوش شويه؟ بصي لكل وش اكيد رسمه، بس انا لو عايزه ادي طول شويه باخد من كمان جزء من الجبين. يعني انا لما جيت هنا ارسم لها عرضت شويه من فوق علشان من هنا اهو اخلي مساحه الوش تبان مفروده، ما يبقاش الوش مليان وعباره عن عينين صغيرين حواجب لازقين في العين. أوكي. فعشان كده شويه طلعت بال وانه يبقى رفيع او تخين او متوسط مع الوشوش المدوره ايه الاحلى؟ لا ما تعرضش قوي برضو. ما تعرضش؟ لا ما تعرضش قوي، يعني متوسط. اوكي زي ليه يعني زي اللي انت عامله متوسط. لان كل ما هتعرض برضو هيبقى يعني عامه الحاجات كلها لما بتكتر تكتر. أوكي. في الوش المدور يوجوالي كمان بيبقى ممكن يبقى مدور وصغير معانا اتصال من هبه. مساء الخير يا هبه. مساء الخير يا هبه. حاجه حلوه. اهلا وسهلا. اتفضلي فاطمه. فاطمه انا اسفه يا فاطمه، اتفضلي. ماشي بعد. كنت عايزه بس اسال حاجه، انا كنت عامله دايت ونزلت 27 كيلو وشي خس قوي وانا مناخيري كبيره شويه. عايزه اعرف لما احب اعمل ميك اب ومناخيري ما تبانش اعمل ايه؟ يعني انت مشكلتك في الانف. ووشك بقى خاسس قوي. اوكي ايه تاني؟ بس وكنت عايزه بقى اسال حضرتك على حاجه، ان انا عندي طفل صغير عنده سنتين. بس ريحه رجليه وحشه، فكنت عايزه اي وصفه ليه اهتم بيه من صغره كده. طيب حاضر هجاوب عليكي بقى فقره الاسئله والاجوبه. اوكي شكرا اتصال. طيب خست قوي وش رفيع قوي الانف بانت قوي. اوكي يعني ازاي تدي ازاي ندي برضو لو واحده وشها رفيع ازاي نقدر نتخنه شويه؟ العكس بقى اللي احنا بنعمله ده كله. يعني بدل ما انا ببقى نازله زي ما احنا عاملين نازله كده، لا انا هقرب شويه للوش، يعني هخليه الكونتور كانه ستريت مش هخليه نازل لتحت. يعني كده اهو بالظبط ستريت لاين. اوكي عشان يدي عرض بالظبط. وكمان احط هنا هايلايتر، يعني في هايلايترز ممكن كمان طب عشان الناس مش بتفهم. طيب. دلوقتي الغامق هعمله كده ده بالكونتور الغامق اللي هو ايه اللي هو الباودرز دي يا جماعه. ايوه ايه الهايلايتر بقى، وريني الهايلايتر عشان الناس تفهمه. ده ممكن يبقى هايلايتر ده باودر. اوكي الهايلايتر يا جماعه اللي بيبقى فاتح وممكن بعد ساعات بيكون فيه سنه لمعه. هو ده اللي انا قصدي عليه بقى اللي فيه سنه. ايوه اهو لو حابه. بصوا يا جماعه الهايلايتر اهي ده كل ما هتضيف في الخدود من قدام هترفع الخدود لفوق. نحط الهايلايتر هنا بقى بالظبط عكس اللي احنا المفروض نعمل. يعني احنا دلوقتي لما هنيجي نحط له هايلايتر هنحطه كده لتحت. أوكي. يكمل سحب معانا للوش. اوكي طيب انت بقى انت حطيتي دلوقتي الباودر؟ انا كنت بحط باودر عشان بس الناس تفهم المنطقه فين فحددتها لهم كده. اوكي معانا اتصال من هبه. حاولي تسرعي عشان فاضل لنا اربع دقايق. اوكي معانا اتصال من هبه. مساء الخير يا هبه. مساء النور. اهلا وسهلا. الحمد لله بخير منورانا. ربنا يخليكي بجد ميرسي. إيه انا عندي مشكلتي في الحواجب عندي خفيفه. اوكي إيه هو يستحق ان انا بقسمها باللي هو قلم الحواجب ولا المصحح؟ مع ان في الحالتين بلاقي الحواجب بتاعتي بتقع. قلم الحواجب او المصحح قصدك ايه بالمصحح؟ اللي هو مصحح فرشه كده وبعمل بيها بدل القلم برسم بيها الحواجب، فرشه رفيعه قوي. اوكي هي اكيد تمام يعني مصحح كده وبعمل بيها الحواجب. فرشه مصحح دي مش ليها كذا حاجه. ها ها هنجاوب عليكي حالا. هو في ان جنرال ناس دايما بتشكي ان حواجبها بتقع، ايه احسن حاجه؟ هل القلم، هل الجل، هل الباودر؟ انا مش عارفه قصدك ايه بالمصحح. هي لو احسن حاجه عشان هي بتقول حواجبها خفيفه شادو للحواجب. شادو بس هو بيبقى شادو للايبرو الفكره بس. وهي بتستخدم كمان الشادو ممكن ثباته شويه ما يبقاش معاها كويس. ظل زي ظل عيون. اوكي بالزبط. بيبقى باودر للحواجب بيبقى مخصص للحواجب. مخصص بس ثباته بيبقى اقل. فهي ممكن ما تحطش يعني تحط من ده كل يوم ما عنديش مشكله لو هو الشادو للحواجب. لكن لو هي عايزه حاجه تكمل معاها اليوم لا في حاجه تانية اللي هي زي الجل
بيتحط. ده ممكن يبقى ووتر بروف لو هي كمان عايزه يكمل معاها. اوكي. لكن في كل حالات الم الحواجب يعني بلاش شويه بلاش. طيب انت خلصنا كده. طيب خلينا كده نقول ليه العيون. طبعا انت عامله رسمه تناسب جدا شيماء. اوكي. بس هل ده ليه تدخل برضو ان يدي طول رفع اي حاجه للوش ولا ملوش علاقه؟ لا اكيد ليه علاقه برضو. بس انا عشان شيماء شويه عيونها بارزين لبره يعني سنه, فانا لما جيت احط الميك اب حبيت احط لها الوان تبقى ناعمه وفي نفس الوقت تقفل البروز ده شويه. سحبت العين بس مش قوي وعرضت سنه من تحت. لو بس هي لو انت عينيكي صغير يعني لو بنت وشها مليان وعينيها صغيرين لا بالعكس كل ما هتوسعي في عينيكي هتبين وشك انه احسن. اوكي. مش عينيكي زي ما محشورين كده في الوش الصغنني. بالعكس وسعي ونوسع. طب وانت دلوقتي حطيتي الكونتور انت ما انت مش هتحطي بلاش فوقيه؟ احنا هنا اكمل الحاجات. كملي البلاش. كملي اللوك كله. كملي اللوك كله لسه عندنا دقيقتين كده. كملي اللوك. طب ناخد سالي على بال ما تحطي بلاش. مساء الخير يا سالي. نور ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. انا عايزه اقول لك انت زي القمر جدا. ربنا يخليكي. انا بتابعك من زمان قوي. ربنا يخليكي بجد. انا من مخديكي يعني. ميرسي ميرسي ميرسي. تحت امرك. اتفضلي. كنت عايزه اسال بس وشي صغير. اتفضلي. انا وشي صغير وملامحي بيبي فيس عايزه ابرزها. ملامحك بيبي فيس عايزه تبرزي. طب عيوني كبيره صغيره الانف البق كده شويه يعني ولا كله صغير صغير صغير؟ ها البق صغير ورفيع. والانف لا الانف كويسه والعيون كويسه ولا واسعه ولا ضيقه. انت عايزه تباني اكبر في السن. طيب حاضر هنجاوب عليكي حالا. مع ان انا بشوف اللي عندهم بيبي فيس دول يعني يمكن قليل من الميك اب. انت وشك بيبقى بيبي فيس لوحده بالظبط يعني. جاوبي. في ناس بتيجي عشان نعمل كده. لا انا مش شايفه ان هي يعني اكيد زي ما هي حابه, بس انا مش شايفه ان انت تحاولي تكبري من نفسك. بس ممكن تعمل تغيير شويه يعني تجرب مره انها تحط اي لاشز مثلا. شكلهم ما يبقوش كبار قوي هيديها الشكل اللي هي نفسها شويه تبان عينيها اكبر. حطي رموش. حطي رموش شويه هتبان عينيكي انه اكبر وهتحسي ان انت شويه مختلفه. ممكن تغمقي روج يعني لو انت نفسك تكبري قوي. مش عارفه ليه بيبي فيس لا يعني خليكي زي ما انت. خلصنا كده. خلصنا. حلو قوي. انت حطيتي البلاش فين بقى عشان انا تهت؟ نفس مكان. نفس مكان. مش هنعليه نوطيه ولا حاجه. لا انا في نفس مكان. نفس مكان. بس انا بيديله لون يعني هو بس الفكره انه بيديله لون من هنا. ولما جيت احط هايلايتر حطيته على المنطقه اللي تحت يعني كاني ماشيه شيدز الهايلايتر بلاشر والكونتور. كنت بغمق لها دلوقتي الرقبه لانه برده الحته دي بتبقى مهمه في الوش المليان انه تغمقي المنطقه دي. مش عايزين نوسخ لها عشان بيزبط. عموما منى بجد بشكرك جدا جدا. بجد يا جماعه الكونتور حاجه بسيطه قوي الناس بتعقده يعني. بصي عملته لكم ببلاش اللي هو ايه لحد يعني باللابي كريمي ولا باي حاجه. بجد بشكرك جدا. ادتنا تيبس كتيره وشيمو بجد بشكرك جدا. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني على طول.